كان ممكن يكون العراق أفضل دولة بالشرق الأوسط، ثالث أفضل دولة على مستوى العالم، بس أكو ناس مو من مصلحته يصير هذا الشيء، لذلك اشتغلوا على أجندات لتدمير العراق، فساد، سرقة، قتل، اغتيالات، إرهاب، تدمير الاقتصاد، تدمير البنى التحتية، تهريب العملة، تجفيف الأنهار وقطع الكهرباء، نشر الفساد، تجارة البشر، مخدرات. العراق هسه دا يخوض حرب بين الخير والشر، ماكو منطقة بالوسط، انت اما مع العراق او ضد العراق، انت اما مع وطن او ضد وطن. انا وطن.